ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، ولازم كل اي حد في بداية علاقة عاطفية او لسه معجبين بحد، او حد بيحاول ان هو يكون معجب بينا فبيوقعنا، لازم نخلي بالنا قوي قوي من الموضوع ده. يعني اي حد في بداية علاقة، حتى كمان الناس اللي هم مخطوبين، يعني برضو يهمني جدا جدا ان هم يسمعوا الموضوع ده من اوله لحد الاخر. النهاردة هتكلم على 12 معلومة مهمة جدا جدا، لازم نخلي بالنا منها قوي في تعاملاتنا مع الشريك او الشخص اللي احنا معجبين بيه، او ان حتى احنا بنحبه ومخطوبين ليه، فلازم نركز جدا. اول حاجة ان احنا لازم ما نبقاش ماشيين ورا قلبنا، معنى ان انا بحبه قوي قوي وهو ممكن يكون بيعمل فيا اللي او بيبقى بيزعق او اني انا اكون عامية مراية الحب، عامية بالنسبة لي ان انا اجري ورا مشاعري ورا قلبي ورا حبي وابدا اني انا اللي اجري ورا ده، لازم ما اعملهوش، لازم ابعد عنه تماما، لازم اني انا ما اديش فرصة لقلبي ان هو يتحكم فيا ويخليني ان انا ممكن في الاخر اتهان، لان ممكن اقع في مشاكل كبيرة جدا بعد كده. تاني نقطة اني انا لازم كويس جدا جدا اني اخلي بالي من اللي قدامي، اخلي بالي من احساسي، يعني ما سلمش كل حاجة لقلبي او اسلم الموضوع كله ليه، ان اصل مراية الحب عامية هتخليني ما اشوفش الحاجة بشكل واضح، مش هشوف الايجابية، فلازم احساسي هو اللي صادق. الاحساس دايما مهما كان بيكون صادق، ما بلاش اني انا اخلي قلبي يطغي على احساسي وعلى عقلي، ولازم اني انا امشي ورا روحانياتي. يعني انا حاسه ان انا مش مرتاحه في وضع مقلق، في حاجه بتقول لي خلي بالك، يعني عندك التحذيرات واحساس وروحانيات بتقول لك لا، في ان في الموضوع، الموضوع ده مش هيكمل، الموضوع ده مش كويس، الموضوع يبقى انا بكمل ليه، يبقى انا لازم اخلي بالي. مش هقول ان احنا نبعد، يعني احساسنا بيقول لنا ان احنا نبعد فانا هبعد، لا، اشوف ليه احساسي بيقول كده، ما يمكن في حاجه وخلوني اكتشفها عشان تكوني عارفه كويس جدا جدا ايه الخطوات اللي انت بتعمليها وايه الصح وايه الغلط. تالت حاجة الغيرة، ان انا اغير على اتفه الامور، اني انا بيكلم واحدة صاحبته، في حد ليهم اصدقاء، يعني في العمل لازم بيكون في صداقة، في بعض الكلام ما دام الحاجة مش طالعة مننا، يعني لازم مش كل المواقف فيها غيرة، مش في حاجة، يعني مش حاجات بسيطة تخليني أغير، مش عمل لها لايك على الفيسبوك فأبدأ إني أنا أشيط وأغير، مش واحدة عملت له لايك على، مش ده اللي يخليني أغير، خلينا نكون أكبر من كده، لأن الجنس الآخر سواء رجل أو امرأة بيشوفوا إن الموضوع ده إيه التفاهة دي؟ إيه اللي حاصل؟ أما اللي بعد كده هيحصل إيه؟ ده معنى كده إن إحنا هنضرب بعض بالجزم بعد كده في موضوع الغيرة والشك، لان ده معناه انه هيبقى في شك بعد كده، فلازم ان احنا نخلي بالنا قوي قوي من الموضوع ده. الخطوة او الرقم 4، قلنا احنا 4، ان شخص بيهددنا على طول بالانفصال، ان انا هبعد، لازم هننهي العلاقة، لا انا مش هينفع كده، لا انا ما ينفعنيش كده، لا انا ما تنفعنيش الواحدة تبقى عاملة مش عارفة ايه، لا ما ينفعش خلاص. يعني فكرة التهديد المتواصل، فكرة ان يكون في زعيق واحنا لسه على البر، او انك تتحكم فيهم، والتهديد ده نوعا ما من التحكم، فالموضوع ده صعب جدا جدا ان انتوا تقبلوا بيه، لان كل اللي انا بتكلم فيه ده هيفرق كتير فيما بعد، هيخلينا ان احنا نتوجع او نتظلم، او ان احنا حتى بعد الجواز لو الموضوع ماشي كويس جدا جدا هيخلي ان بعد الجواز يحصل فيه عيوب كبيرة، هتكرهوا بعض وبمعنى الكلمة هتضربوا بعض، ويحصل محاكم او مشاكل او طلاق. فليه نوصل للوضع ده؟ الموضوع ده بقول لكم ان هو هيكون مهم جدا جدا، ويعني انا شايفه بصراحه انه هيهم ناس كتير قوي قوي، خاصه اللي في بدايه علاقتهم او في سن مراهقه. الرقم 5 هيكون الموضوع اللي فيه بشوف كتير جدا جدا، استغلال المادي، بمعنى وده بصراحه انا شفته، يعني شفت واحده بتستغل واحد عشان هو معاه فلوس فقط، يعني هي بتقرب منه عشان هو معاه فلوس فقط، وشفت واحد برضو بيقرب من واحدة عشان هي معاه فلوس بس، عشان تجيب له هدايا. والله والله انا اعرف واحد كان بيقول لواحده ما تجيبي لي هديه، ما تجيبي لي كذا كذا كذا، يعني وقعدنا بقى كلنا شله البنات ننصح بقى ايه ده ولا او ما ينفع عامه، يعني
ان تحسوا ان اللي قدامكم شخص مادي جدا، اللي هو ما تجيب لي هديه، ما تجيب لي هديه، لا انا عايزه ده، لا انا مش عارفه ايه، ويمسكوا في الحاجات الغاليه مهما كنا غنيين او مهما انت كنت شخص مليونير. فلا، لازم تخلي بالك كويس جدا ان اللي بيحبك بيحبك لشخصك، مش عشان انت فلان او ابن فلان او انت بتشتغل في المكان الفلاني او ان انتوا ايا كان. فلازم نخلي بالنا كويس جدا جدا من الناس الانانيه او الناس الماديه، والخطوه دي مهمه جدا وبحذر منها لانها موجوده عامة. وفي ناس على فكرة كتير قوي قوي ممكن واحد يحب واحدة اعلى منه ماديا لكن بيحبها بجد، وده موجود في الواقع جدا. الخطوة اللي بعد كده انك لازم تسمع الشريك. مش انا اللي هتكلم عن نفسي، مش انا اللي هقعد اتكلم على انجازاتي او اتكلم مع صحاب على صحابي او اتكلم عن نفسي، لان لما بتتكلموا عن نفسكم كتير الشريك بيسمع. انت ممكن تغلط غلطات، ممكن تقول حاجات الشريك ده مش بيحبها، فبالتالي انت بتديله او بتصدر له الحاجة السلبية، مع ان انت ممكن تكون الموضوع بالنسبة لك عادي او تتغير للإيجابية. فخليك انك تفهم اللي قدامك الاول، تخليه هو اللي يتكلم الاول، هو اللي يطلع ويبعبع اللي جواه لحد ما يكون هو خلص كل اللي جواه. ابدأ ان انت اتكلم، عشان انت هتحكم على اللي انت سمعته الاول، هتحكم الاول على اللي انت سمعته، وبعد كده تقرر انت هتكمل مش هتكمل. يعني خليك انت الناصح، انت اللي تسمع وتسجل وتشوف الاول. كمان بعد كده انك تخلي بالكم قوي قوي من حتة اللي بيجي يرتبط بيك. لا ما تكلمش صاحبك ده، لا ما تقابلهوش، لا ما تعرفوش، لا ما تعرفيش اصحابك، لا اهلك، لا 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 ما تسلميش على ابن عمك ده، لا ما تعرفيش مش عارفة مين. لا، اللي يمنعك عن اهلك ويمنعك عن اصدقائك، انا ما بتكلمش عن اصدقائك مثلا لو من الجنس الاخر، لا انا ما عنديش الكلام ده. اللي يمنعك عن صاحبتك الانتيم اللي هو يمنعكم عن الناس القريبين منكم، ده اللي انا اقصده. فان حد يمنعك عن اصدقائك القريبين منكم، او واحده تمنعك عن اصدقائك المقربين منك، ليه يعني؟ في تبرير، او عرفوني ليه دي تبعدني عنها، او ليه ده تبعديني عنه. فالموضوع ده لازم نكون نفهمه كويس جدا، مش اي حد يتحكم ان هو مين يكون صاحبك ومين يكون صاحبتك، ومين يعني مين يكون اصحابكم، ومين اللي تعرفوهم ومين اللي تتعاملوا معاهم بشكل ايه. فلازم نخلي بالنا كويس جدا جدا من التحكمات دي. كمان في نوع ما من التحكمات اللي هو يتحكم في البسي كذا، البسي كذا، لا ما تلبسيش ده، لا البسي اعذروني. في ناس كتير قوي قوي يقول لك ايه، البسي نقاب، البسي حجاب، البسي مش عارفه ايه، والله والله ممكن يكون هو بتاع بنات، وهو مش كويس جدا جدا، وهو حتى كمان ممكن يكون بيشرب مخدرات ويقول الكلام ده. فيعني مش بتكلم في حاجه، طبعا دي اصول دين انا ماليش دعوه بيها، مهمة جدا اي حد يتمنى ان هو يعمل ده، ولكن الفكرة التحكم او التحكم من الناحية التانية، ان واحدة مثلا محجبة لا اكوني بشعرك، لا وده بقى احنا بنشوفه كتير على فكرة، بنشوفه كتير قوي، واحدة تبقى محجبة وواحد يعرفها يقول لها لاعي الحجاب والبسي قط والبسي مش عارفة ايه عشان نبقى واو. وده برضو موجود كتير كتير برضو، يعني ده موجود وده موجود. بس الفكرة اللي انا بتكلم فيها ان ما تعمليش ده في بداية علاقتك، ما تخليش حد يحولك، لا كوني انت شخصية فكرك عامل ازاي، عشان انت تكوني مقتنعة باللي انت عاملاه، مقتنعة بطريقة لبسك الجديدة، سواء ايا كان طريقة لبسك اللي انت عايزة تغيريها. انا حاليا مش بتكلم على حاجة معينة او بعينها، انا بتكلم على التحويل اللي ممكن يكون فلان عايز يحولك ليه، شكل يا شكل سلبي يا شكل ايجابي، ولكن الشكل ده لازم يكون عن اقتناع وعن فكر وعن تميز، مش اني انا عشان ارضي غروره بس. لا، لما يبقى فيه نصيب او الموضوع يكمل هسمع كلامك، وقتها نكون محللة ليك يعني، فاهمني؟ فده هيكون مهم جدا. كمان فيه نقطة تانية ومهمة جدا، ان حد يتحكم ان انت مثلا ممكن تكوني بطلة رياضة، ممكن تكوني شخصية مهمة، او تكون انت شخص مهم في مكان عملك، في مكان حياتك، في مجالك، وبدأ لحد ده يقولك لا ما تلعبش رياضة دي، اصلها رياضة مش عارف ايه، لا ما تشتغلش في شغلانة دي اصلها بعيدة، لا ما تسافرش السفر ده عشان مش عارف كذا. فالموضوع ده هيبقى بيلغي شخصيتكم. طب ما لفين شخصيتي، انت كده بتلغي شخصيتي، دي هوايتي، ده مركزي، ده شغلي، ده تعليمي. ده ممكن ده بشوف كتير جدا واحد يقول لا لا ما تكمليش تعليمك، لا انا هاخدك يبقى لازم تقفي تعليمك لحد هنا، وبنشوف ده كتير. فبيبقى في نوعا ما من الغيرة والحقد على الشخصيات، وواحدة تحقد على شريكها، واحد يحقد. انا بتكلم على الجنسين على فكرة. فده
فده موجود جدا، فده برضو خطوة لازم نخلي بالنا منها جدا جدا في بداية العلاقة، مهم قوي قوي، لان ده بيأثر كتير فيما بعد، حتى لو كان لفظيا، لو كان بطريقة كلام مش اجبار، فلازم نخلي بالنا قوي قوي ونركز في الحاجات الصغيرة اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها، اللي قلبنا ممكن يكون بيزقنا قوي فما ناخدش بالنا من الحاجات دي. الرقم اللي بعد كده ان حد يكون مهملك، يعني مش مهتم بيك، مش مشتاق ليك، حاسس ان هو مش مشتاق لك، تيجي تكلمه يقول لك اصل ما كنتش فاضي، تقول له طب انت كنت فين؟ اصل انا كنت مشغول، اصل انا كنت قاعد مع صحابي، اصل انا كنت بعمل كذا، اصل انا نمت، اصل انا راحت عليا مش عارف ايه، اصل انا كنت سايق العربيه مش عارف. فكل الحاجات دي ان هو شخص مش مهتم بيك، حاسس ان هو مش مشتاق لك، حاسس ان هو بيتهرب منك، يبقى ليه كمل معاه؟ يبقى هو بيكمل معاه لغرض معين، فلازم نكون ناصحين وواعيين للموضوع ده. كمان الرقم اللي بعد كده او الخطوه اللي بعد كده اللي لازم نركز فيها قوي قوي، انك انت تسمح لنفسك او تسمحي لنفسك ان انتوا تبرروا للشريك اي حاجة، يعني ان انتوا تفوتوا له، يعني ان هو يغلط الغلطة ويقول لك ما يقصدش، اصله هو معذور، اصله هو مش عارف ايه، ان انا ابرر له الغلط، اني انا ابرر له الموقف اللي هو بيعمله، اني انا اعدي وافوت مليون مره، كل ده هيخليكم بعد كده انتوا اللي تندموا وتلوموا نفسكم كتير وتقول يا ريت الزمن كان رجع بيا عشان كنت اعرف اخد موقف. فخلينا ناخد موقف قوي جدا جدا. في حاجات كتير قوي قوي بتخلينا ان احنا نفهم الحاجات اللي زي، كمان برضو موضوع ان انت عندك بعض العيوب، وكل انسان فيه عيوب، وزي ما انت بتحب الشخص اللي قدامك ومتقبله على عيبه، انت حاسس ان اللي قدامك مش متقبلك على عيبك ويقول لك ايه لازم تغير الموضوع ده، لو ما غيرتوش احنا لازم هنبعد عن بعض. طب ما نبعد عن بعض، لازم اللي يحبك يتقبلك على عيوبك او يغير عيوبك للافضل للاحسن بطريقه ايجابيه بطريقه حسنه، لكن بالهري الكتير والتهديد والمشاكل والكلام ده كله بيبقى صعب جدا جدا. اعذروني اتكلمت بطريقه سريعه، ولكن عشان الموضوع مهم جدا جدا ويهمني قوي قوي ان انا اقول لكل الاشخاص اللي هم في بدايه علاقتهم او الناس اللي هم مخطوبين، خلي بالكم لان في فترات بعد كده هتعرفك ان انت كنت غلطان، وان انت اللي سمحت لنفسك انك توصل لموقف زي بعد الجواز، لا كان بان قدامك وظهر مواقف كتير لكن انت ما خدتش بالك، كانت السكينه سرقاك، كان الموقف متسرع بالنسبه لك. نخلي بالنا كويس جدا جدا. بتمنى لكم كل خير، وبتمنى لكم السعاده، وبتمنى لكم الاختيار الصحيح في الحب والعاطفه وكل الحياه. خلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا جدا، وبعتذر اني طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس على القناة دي. سلام.